طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. ادعاء صوان يفجر ردود فعل والحرير في السراي تضامناً مع دياب. أبي خليل للأو تي في كفى تشاطراً في موضوع رئيس الجمهورية. صرخة المودعين من بعبدة، التحقيق والتدقيق الجنائي بداية الحلول. بين الجد والإيل والآل، ماذا يطبخ في موضوع البطاقة التمويلية؟ معلومات شحيحة بعد لقاء بعبدة الأخير، فهل دخل التأليف في نفق طويل؟ مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. أسأل أنا كيف حالك اليوم؟ إنه ضميري مرتاح وبالي مشغول، وهيدا كل إنسان بيتعلم المسؤولية لازم يضل بهالحالة هيدي، ضميره مرتاح ويضل باله مشغول، مشغول على أولاده، على أحفاده، مشغول على شغله يكون منيح، مشغول على كل شيء. وهيدي الحياة بيكون إلها معنى، لأن المجتمع فيه وباء والوباء بيعدي، وعايشين اليوم نموذج عن الوباء وما في أصعب منه. كمان فيه وباء أخلاقي، والبراءة بدها عناية، مش بس للأطفال، البراءة للضمير، البراءة للأطفال اللي بيعبروا فيها، الإنسان الكبير بيعبر فيها بضميره، وهيدا المهم. الله يرحم شهداء لبنان، عبارة رددها بلا أدنى شك معظم اللبنانيين اليوم وهم يتفرجون على الحقيقة تنحر مرة جديدة بقضاء اتهمه البعض بالاستنسابية، وسياسيين لم يعجب كثيرون بموهبتهم المدهشة في رسم الخطوط الحمر ذات الخلفية المذهبية. الله يرحم شهداء لبنان، بين عامي 75 و90 دفعوا ثمن قتال اللبنانيين فيما بينهم وتقاتل الآخرين بهم، ولما أسدل الستار على الحرب لملم الجميع الجراح، ووحدها جراح الأمهات والآباء والبنات والأبناء لم تندم البعد لذرائع سياسية وحجج طائفية، في وقت لا تزال قضية المخطوفين والمفقودين حية في قلوب العائلات التي أحيتها أمس في الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي مرحلة 2005 وما تلاها، شهداء كثر فقدهم لبنان من سياسيين ومواطنين صدف وجودهم في أماكن التفجيرات، وعلى رغم اللجوء إلى القضاء الدولي تحت شعار الخوف من ضغوط على القضاء المحلي، لا يسود انطباع عند كثيرين من الناس بأن العدالة تحققت وأن الشهداء أنصفوا لاعتبارات سياسية ومذهبية، ولو استكملت المحكمة الخاصة اليوم إصدار أحكامها في هذا المجال. أما عام 2020 الذي صار عاما انفجار مرفأ بيروت بعدما أدى إلى سقوط 200 شهيد وأكثر عدا آلاف الجرحى وتدمير جزء كبير من العاصمة، وعلى رغم إحالة الملف على المجلس العدلي واشتراك جهات خارجية كثيرة في التحقيقات، فلا يشعر اللبنانيون أن الدرب إلى الحقيقة والعدالة سالكة بدليل ما شهدته الساعات الأخيرة من تصريحات ومواقف وزيارات. غير أن ما سبق لا ينبغي أن يكون دافعا لليأس ولا سببا للاستسلام، بل المطلوب أن يشكل دفعا في اتجاه تغيير الواقع السيء من خلال وصفه بشكل دقيق، بعيدا من أساليب التعمية وتقنيات تجهيل الفاعل التي اعتادها اللبنانيون وأكدتها التجارب. الله يرحم شهداء لبنان. بيضلوا يسألونا لشو اشتقنا. طيب، فينا نكون اشتقنا لأطيب منقوشة زعتر أو لصوت الجراج على الصبحية، اشتقنا نسمع ضحكات اللي منحبهم، اشتقنا لعجقة الشغل ونضل مش ملحقين،
اشتقنا للركض وعجقة السير، للأصحاب والسهرات لطلوع الضوء. اشتقنا لكل هو، بس أكتر شي اشتقنا نعيش بأكتر مدينة بتلبق للحياة. سوا منرد الحياة لقلب بيروت، لقونا بالجمايزي ومر مخايل. معارضو حسان دياب يعودون إليه متضامنين ورافضين المس بموقع رئاسة الحكومة. تقرير نانسي صعب. ربما خلط ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس أوراقا كثيرة، لكن الأكيد كان تثبيته ورقة وحيدة لا يزال صوتها الأعلى ولا تزال جامعة لغالبية الطبقة السياسية، أن الطائفة والموقع أكبر من القضاء. لا ينسى أحد خط دار الفتوى الأحمر لحماية فؤاد السنيورة، وهو نفسه الخط رسم مرة جديدة، لكن المفارقة هذه المرة أنه رسم من أجل حسان دياب. يوم كلف الرجل حجبت كتلة المستقبل أصواتها عنه، ولم تحدد دار الفتوى موعدا له بعد التكليف، وأنزل ما يعرف بنادي الحكومات السابقين على حكومته أقصى التهم، حتى كادت الذاكرة تقول إن دياب هو المسؤول عن تراكمات الأعوام الثلاثين، لكن دعاء صوان عليه تحول مسا بموقع رئاسة الحكومة. صحيح أن زيارات دياب إلى مفتي الجمهورية لا يزال أقل من أصابع اليد الواحدة، لكن المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان كان من أوائل من استنكروا الادعاء عليه، فأصدر بيانا شدد فيه على أن الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين، ويصب في إطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية، داعيا إلى ترك القضاء يأخذ مجراه بكل تجرد وانفتاح بعيدا عن الضغوط ومن دون تقييده بسلاسل السياسة، قبل أن يتصل دريان بدياب ويشيد به وبنظافة كفه ويؤكد دعمه له ووقوفه إلى جانبه ورفضه التطاول على رئاسة الحكومة. لكن المفاجأة الأشد وقعا كانت في زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى السراي الحكومي، 10 دقائق من لقاء بدأ باستقبال دياب للحريري عند مدخل السراي، وانتهى بوقوف دياب عن يمين الحريري أثناء إلقاء الأخير كلمة التضامن. جيت على رئاسة الحكومة لعبر عن رفضي المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح يلي ارتكب القاضي باستدعاء رئيس الحكومة بادعاء على رئيس الحكومة. الدستور واضح، ورؤساء الحكومات بيمثلوا فقط أمام محكمة خاصة بشكلها مجلس النيابة. رئاسة الحكومة مش للابتزاز من الآخر، وهذا الشيء مرفوض ونحن مش هنقبل. أهالي الشهداء حقهم أنه يعرفوا الحقيقة، حقهم أنه يعرفوا مين دخل هالباخرة ومين غطى على هالباخرة. بس أما التعدي على الدستور والدعاء على رئاسة الحكومة هيدا أمر مرفوض، وأنا جيت وقف مع رئيس الحكومة واتضامن معه. بالدستور تسلح زعماء الطائفة السنية للدفاع عن موقع رئاسة الحكومة ليكون رئيس الحكومة السابق تمام إسلام أكثر وضوحا وصراحة. قالها الرجل: رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لأي كان. سلام بدوره لم يكتفي بموقفه عبر تويتر، فاتصل بدياب مؤكدا رفضه التطاول على شخص دياب وعلى موقع رئاسة الحكومة. وكرت الصبحة، فبعد اتصال سلام السنيورة يهاتف دياب رافضا التطاول على موقع رئاسة الحكومة ورافضا خرق الدستور. وتتوقف مصادر متابعة لملف انفجار مرفأ بيروت عند موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي أعلن أنه قال في إفادته ما لديه ونقطع السطر. في مراسلته الغلطة كما يصفها مصدر متابع إلى مجلس النواب، أدرج صوان 11 اسما، هم 4 رؤساء مجلس وزراء: نجيب ميقاتي، تمام إسلام، سعد الحريري وحسان دياب، و8 وزراء تعاقبوا خلال هذه الحكومات في العدل، في المال وفي الأشغال. لكن دعاء صوان بالأمس لم يشمل إلا حسان دياب من بين رؤساء الوزراء، والوزراء غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. مصادر مطلعة على تفاصيل الادعاء تلفت إلى أن صوان في تحقيقاته لم يجد ما يستدعي الادعاء على رؤساء الوزراء والوزراء الباقين، لأن أي مراسلة بشأن شحنة نترات الأمونيوم لم تصلهم. يبقى أن المحقق العدلي سيحقق مرة جديدة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة الأسبوع المقبل، وفق ما تؤكد معلومات الأو تي في، بعد 3 ساعات من التحقيق معه
الخميس. وهنا تتوقف مصادر مطلعة على ملف انفجار مرفأ بيروت عند واقع أن الجهاز الأمني الوحيد الذي وضع تقريراً مفصلاً حذر فيه من خطورة شحنة نترات الأمونيوم هو أمن الدولة، لافتة إلى أن المفارقة تكمن في خضوع مدير الجهاز للتحقيق وفي التوقيف المستمر للضابط الذي وضع التقرير وقام بالمراسلات اللازمة مع الجهات القضائية المعنية، بالإضافة إلى توقيف ضباط الأجهزة الأمنية الأخرى من دون الاستماع حتى الساعة إلى أي من القضاة المعنيين. في كل الأحوال وأيا تكن الملاحظات تبقى الأنظار شاخصة إلى الأداء القضائي، فالادعاء لا يعني الإدانة، والتعاون مع السلطة القضائية مسؤولية في جريمة بحجم انفجار مرفأ بيروت، علما أن التحقيق في المسؤولية التقصيرية في ملف انفجار المرفأ يفترض أن يكون موازيا لتحقيق لم تظهر نتائجه بعد. كيف وقع انفجار المرفأ؟ من جهته أكد وزير الأشغال العامة والنقل السابق زيز عيتر أن المحقق العدلي تجاوز صلاحياته وأساء استخدام السلطة وتوجه إلى مجلس النواب وزعم بوجود شبهات جدية حول كل رؤساء الحكومات وكل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارات الأشغال العامة والمال والعدل منذ العام 2013 حتى 2020 من دون أن تكون الشبهة جدية ومستندة إلى أي أساس قانوني إطلاقا، ولفت إلى أنه أصبحت مضطرا لأن أقف أمام محكمة الشعب لأن القاضي صوان اتضح أنه منحاز لا بل خالف الدستور وفق غازي زعيتر. الحقيقة يا سعادة المحقق العدلي، على كل حال أنا قلت هلأ أمام الشعب اللبناني والرأي العام اللبناني، الحقيقة تسكن في المرفأ سواء كانت آتية من الداخل أو من الخارج، هذه هي الحقيقة. بدي في مستند بس حبيت أعرضه عليكم، هو رقم 14 سلمته لمحامي العدلي. محامي هيئة القضايا في وزارة العدل، يعني هون هلأ وزارة العدل، أنا ما عم بحكي كلام هلأ أو موقفي لحتى طالب بالادعاء على أحد آخر، لا، بس بدنا الحقيقة، بدنا العدالة، بدنا الأصول الدستورية والقانونية تطبق على هذه الكارثة اللي صنفت انها ثالث كارثه في العالم، ثالث انفجار في العالم. نحن بالنسبه لنا كلبنانيين بنعتبره هو الانفجار الوحيد في العالم حصل بحق الانسانيه وبحق البشر وبحق الحجر. تهرب تهربا من المسؤوليه، فالمسؤوليه تفترض العلم التام بالمخالفه، وهذه متروكه برجع بقول للقضاء وفقا للاصول الدستوريه والقانونيه التي ارتكب المحقق العدلي مخالفة دستورية صارخة لا مثيل لها، يمكن مثل ما بدي شبهها بالكارثة تبع الانفجار بس، ولكن كارثة على مستوى العمل القضائي بشكل عام. وما رح كبر كلام بهذا الموضوع بس، ولكن بختم بقول بئس القضاء إذا في كان هناك قاضٍ كفادي صوان، بس بدي أقول هالكلام. النائب سيزار أبي خليل أكد أن قرار القاضي صوان مبدئيا جيد، لكن لا يجب أن تبقى المساءلة استنسابية. أما رئيس الجمهورية فليس رأس هرم السلطة التنفيذية، وكفى تشاطرا بهذه القضية، قال أبي خليل. أنا بشوف أنه أمر جيد أنه المساءلة توصل لأعلى درجات المسؤولية والتسلسل التنفيذي، إنما لا أرى أمر جيد بأنه يتم استنسابيا هذا الأمر أو يتم يعني بشكل مجتزئ. بس هناك من يقول سعادتك انه كمان رئيس الجمهوريه الطرف الثاني بيقول، وامبارح سمعنا الوزير علي حسن خليل من راس الهرم خليها تبلش، لانه يقول علنا قال انه انا عملت اللي علي وهو لا يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك، ولكن كان يعلم مثل ما البعض عم بيصور ويقول يعني انه رئيس الجمهوريه ليس رئيس الهرم التنفيذي، معروف السلطه التنفيذيه وين؟ خلينا نرجع نرد صلاحيات لرئيس الجمهورية تنفيذية وساعتها بنحمل المسؤولية، المسؤوليات توازي الصلاحيات، فهذا التشاطر والتزاكي معلق يسمحوا لنا فيه. برجع بكرر اللي قلته، أنا مع
أن تطال المساءلة كل درجات المسؤولية، إنما ما تكون استنسابية. اليوم رئيس الحريري كان أحد رؤساء الحكومات، يمكن ترأس حكومتين بفترة وجود هذه المواد الخطرة على مرفأ بيروت. الرئيس الحريري زار مرفأ بيروت تضامنا مع رئيس هيئة إدارة المرفأ بالسابق، ونزل الحرس الحكومي واكيد فتش وعرف انه في هيدي المواد. يعني مش ممكن يخفي 2750 طن، ما بيختفوا، مش شيء صغير هو، انه ما نشوفهم بس نعمل سكيورتي تشيك قبل ما ينزل رئيس حكومي على المنطقه. نقابة محامي بيروت أثنت على القرارات الجريئة التي اتخذها القاضي فادي صوان لجهة قرار استجواب بعض المسؤولين توصلا لجلاء الحقيقة، مسقطا بذلك كل المحميات الطائفية والسياسية والأمنية. وأسف مجلس نقابة محامي بيروت للاستهداف الذي يتعرض له منذ أمس القاضي فادي صوان، طالبا المزيد من الاستدعاءات لتشمل كل من ظهر تورطه من معنيين وسياسيين وأمنيين وغيرهم. ودعت النقابة المحامين للوقوف سدا منيعا بمواجهة من يعتبرون أنفسهم فوق الملاحقات وفوق القوانين وفوق العدالة. على خط آخر، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما بحق سليم عياش المدان بالتآمر لقتل الرئيس رفيق الحريري بحسب المحكمة بخمس عقوبات بالسجن المؤبد. وفي هذا السياق رد الرئيس سعد الحريري قائلا: العدالة الدولية أصدرت حكمها، والعقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص. وفي الموازاة غرد بهاء رفيق الحريري بالقول: نطالب الدولة اللبنانية باعتقال القاتل سليم عياش تحقيق العدالة وتجنيب الدولة المزيد من العزلة الدولية والمحاسبة التي لن تستثني أحدا. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يتطرق إلى الملف الحكومي. لبنان لن تقوم له قائمة من دون تشكيل حكومة تفتح بابا للمعالجة، وإذا اتفق المعنيون في لبنان سيستجيب الغرب وأمريكا غصبا عنهم، ومن يحتج بالخارج ويسوف ويضيع الوقت ويراكم الخسائر لن يجني شيئا. الناس وصلوا إلى حد الاختناق، والرهان الوحيد النافع هو التفاهم وتدوير الزوايا. آخر المعطيات الحكومية تطرق إليها الإعلامي سالم زهران عبر الأو تي في. لولا أن الرئيس ماكرون حدد موعد لزيارة لبنان 21 الشهر، ما كان رح يتحرك ولا سنتيمتر أي شيء بملف لبنان. الرئيس ماكرون جاي على بيروت، تحرك فرقة أو فريق، عفوا، الرئيس ماكرون من باريس اتصل ببيروت، تحرك الرئيس وعلي كل فعل تروحي علي مش بإرادتي هو فعل ما راح يوصل لنتيجة. ولا حدا راح الحكومة وقاصد إنه يركب الحكومة، لا قصدي كنا نراضي مستر ماكرون قبل ما اثنين. بالزيارة الأولى للرئيس الحريري مؤسس جمهور المعبر قدم عرضين لفخامة رئيس الجمهورية. العرض الأول قال له بتاخذ خمس وزراء وبتعطي وبيعطي التيار الوطني الحر الثقة للحكومة. العرض الثالث لا، بتاخذ ثلاث وزراء ومش ضمير التيار الوطني الحر يعطينا السقف. ومن بعدها فخامة الرئيس جاوبوا انه نحن مش عم ندور على خمس وزراء مسيحية وثلاث وزراء وست وزراء وطيار ومش طيار. قال رئيس جمهورية كل لبنان وبدي اشوف كل حكومة وتدخل كل حكومة. هذا امر طبيعي؟ لا نعم، هذا الدستور صح. اجى الرئيس الحريري قدم كل التشكيلة، لكن هالمرة قدم كل التشكيل بدون ما يتشاور مع رئيس الجمهورية بولا اسم من الأسماء، ولكن وضع في قلب هالتشكيلة مجموعة من الأسماء يلي كان هو ورئيس الجمهورية منحشين فيها. تقديري أنه قدم 18 تقول اللهم أشهد أنك قد بلغت، لكن هو بيعرف أنه هذه التشكيلة مش تتصير حكومة. إذا ما فل ترامب أو أعطى الضوء الأخضر لماكرون ما في حكومة. يلي معتقد قصتنا بس إلى علاقة بالطمع الأفرقاء المحليين بيكونوا غلطان. قصتنا مركبة من أمرين، الأمر الأول غياب الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وبالآخر اثنين هن اللي بيعملوا الحكومة.
والأمر الثاني هو الجو الخارجي الضاغط، وخاصة مع الإشارات اللي عم تجي عن عقوبات جاي على الطريق بين الميلاد ورأس السنة. الرئيس الحريري عارف أنه قدم هالتشكيلة مش لحتى تولد حكومة طبعا. هل برأيك هو يحاول أن يرمي الكرة في ملعب فخامة الرئيس قبل عطلة الأعياد بانتظار سيد البيت الأبيض الجديد؟ حتما، وبصراحة غبطة البطريرك الراعي أحرج الرئيس المكلف، وقف بعبده وقال رئيس الجمهورية ما بيجبوله اسمين وثلاثة، رئيس الجمهورية بيقدموه تشكيلة كاملة. تصريح البطرك الراعي كان محرج للرئيس المكلف لأنه سماه بالاسم وحكي معه بالمباشر بالوقت اللي كان في مكنة إعلامية عم تجرب تضيع الحقيقة. كيف بتشوف خطوة فخامة الرئيس أنه قدم لسعد الحريري الرئيس المكلف تصور وطلب أنه يصير فيه يعني مثل بحث للوصول إلى قواسم مشتركة؟ لازم هذه الخطوة تكون من أول دقيقة، وما يترك فخامة الرئيس لدولة الرئيس المكلف يلعب فينا كلنا كرائحة. يا ريت رأيش من أول لحظة، وأنا معها الأكيد، كان لازم من أول لحظة يقول فخامة الرئيس أنا كشريك في تكوين الحكومة هذه رؤيتي وقواعدي للحكومة وتنطبع، وبالعكس خلي الرأي العام يعرف فيها. لأنه اليوم تخيل عم ينحكى أنه بده يجي الدرزي قال وزير خارجية وزراعة، وبقول لك حكومة اختصاصيين. طب أنت فسري لي كيف يكون وزير خارجية وزراعة بحكومة اختصاصيين؟ بين الجد والإل والآل، أين الحقيقة في موضوع البطاقة التمويلية المطروحة؟ تقرير جويس نوفل. حتى ولو أن المشهد السياسي الذي يتغير بين ساعة وأخرى تبعا للمواقف والزيارات يعتبر نجم الساحة في لبنان، إلا أن مسألة دعم المواد الأساسية والضرورية تبقى أولوية الأولويات عند معظم اللبنانيين. صحيح أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بتكتم شديد على بلورة خطتها المرتقبة في مخص الدعم، وقد أنجزت وفق المعلومات أكثر من تصور، لكن ما هو مؤلف من حوالي 50 صفحة والمبني على أساس البطاقة التمويلية يبدو الأكثر تداولا بين أروقة المعنيين، وسيطرح الأسبوع المقبل إما لاختياره وأما لرفضه. لكن السؤال الأساس يبقى، هل سيكون طرح الاقتصاد من دون الدخول في تفاصيله اليوم هو الحل الخروجي من أزمة الدعم بأقل ضرر ممكن على اللبنانيين؟ بين كل وسائل الترشيد اللي طرحت، أنا برأيي التحويلات النقدية الغير مشروطة كوازاي يونيفرسال بيزك إنكم هي الحل الأنسب. كيف تشتغل هيدي؟ بكل بساطة، حيلا إنسان لبناني حابب ياخد تحويلات نقدية بفوت على الإنترنت عبر تليفونه أو عبر الكمبيوتر وبيعبي طلب، يعني بيحط اسمه ورقم هويته، وتلقائيا توصل له ديبت كارد بطاقة مصرفية بتسمح له أنه يدفع مصاري منها، بينزل له مبلغ أول كل شهر على هيدي الديبت كارد، وبالتالي حصوله على هالبطاقة بيكون غير مشروط، وبالتالي غير خاضع للتجاذبات السياسية والزبائنية. حي الله إنسان لبناني بحق له يحصل عليها. والمبلغ بيتحدد على أساس أنه قديش غليت الأسعار بالبلد من وراء رفع الدعم، هل قدي بنحط له مصاري لكل مواطن لبناني على البطاقة تبعه. بطاقة تمويلية بالأسرة يعني 50 دولار للمواطن الراشد حسب ما قاله، و25 دولار للمواطن هو تحت سن القانون يعني تحت 18 سنة. فستمدنا هذه الخطوة ورفعنا الدعم مثل ما قال وعملنا البطاقة التمويلية، رح تتدوبل الأسعار بعد مرة، رح يصير تضخم فوق 700-800%، رح نقرب من النموذج الفنزويلي بشكل صريح بعد اعتماد هذا الأمر. لأن شو حيصير؟ لأن التجار رح تلجأ للسوق السوداء لحتى تجيب دولار، وهذا الأمر رح يؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار الضعف أو أكثر، يعني بين 16-20 ألف ممكن يصير الدولار. الأسعار مثل ما قلنا حترتفع والتضخم المالي رح يزيد، فبالتالي مذيب من انهيار بالقدرة الشرائية للمواطن اللبناني. فبصير هذه البطاقة التمويلية اللي عم يخدها ما إلى أي قيمة وما إلى أي معنى. بات محسوما ومعروفا عند الجميع أن الدعم بشكله الحالي الذي بدأ قبل أشهر لم يصل إلى هدفه، أو بالأحرى لم يصب هدفه بالشكل الملائم، أي المواطن اللبناني المحتاج. لذلك بات ملحا إيجاد المخرج. وهنا أيضا أكثر من وجهة نظر، منها من ينادي بوقف الدعم فورا واعتماد آلية لخفض الدولار،
من هنا يرى بعض المراقبين أن الحل العلمي والعملي والدائم والصحيح هو أن يعطي مصرف لبنان أموال المودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية كما يحصل اليوم، ما يؤدي إلى عرض سيولة بالدولار تؤدي إلى تحريك السيولة بالدولار الموجودة في المنازل، وبالتالي خفض الدولار إلى أقل من 3000 ليرة، وبالتالي أيضاً عدم الحاجة إلى الدعم لأن سعر دولار المواد الغذائية هو 3900 ليرة، وفقط نبقى نحتاج إلى دعم الدواء، وسوف يرتفع سعر البنزين إلى نحو 33000 ليرة فقط. الحل الأفضل هو نعمل الإصلاحات لنوقف انهيار الليرة، لأنه الغلاء جاي من وراء الليرة، بس إذا قررنا نعمل دعم بين كل وسائل الدعم المطروحة، أنا برأيي التحويلات النقدية الغير مشروطة اللي بتصور اشتغلت عليها فريق من البنك الدولي مع وزارة الاقتصاد هي أفضل المطروح حاليا. من ناحية السلة الغذائية والدعم لها، نحن مفروض نفتح فرص لعدد أكبر من المستوردين وأعطاء فرصة وعدم احتكار الاستيراد على شركات معينة. هذا الأمر رح يخلق منافسة بالأسواق، حتنخفض الأسعار. المواد الأساسية الثلاثة الحل يكون بمراقبة الاحتكار والكارتلات المتحكمة فيهم. ينام ويستيقظ اللبنانيون على هم واحد ووحيد، البنزين، طحين، الدواء، الأكل والشرب، إشكالية تترافق أيضا مع خوف على 17 مليار دولار وهو الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية الذي إذا مس به ذهبت ودائع الناس إلى غير رجعة. الأيام المقبلة وحدها كفيلة برسم الخريطة المعيشية. المودعون يطلقون صرختهم من بعبدة، التدقيق الجنائي بداية الحل. ضرورة تحديد العلاقة بين المصارف والمودعين ووضع حد للغبن اللاحق بالمودعين نتيجة الإجراءات التي تتخذها المصارف اللبنانية منذ 17 تشرين أول 2019، والتي تزداد صعوبة على المودعين يوما بعد يوم، هي النقطة التي أكدها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون خلال استقباله وفدا من جمعية صرخة المودعين في المصارف، مشددا على ضرورة احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين في المصارف، احتراما أيضا للملكية الفردية التي حفظها الدستور للمواطنين ومنعت القوانين المساس بها إلا في حالات محددة قانونا. وأشار رئيس الجمهورية إلى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد، التي دفعت بالمصارف لاعتماد إجراءات انعكست سلبا على مصالح الناس وحاجاتهم وقيدت حركة التداول المالي، معربا عن أمله في أن تزول هذه الأسباب قريبا لتعود الحياة المصرفية إلى طبيعتها. وأكد الرئيس عون أن الدولة تراقب عمل المصارف كما سائر المؤسسات العامة والإدارات الرسمية في محاولة لوضع حد للتجاوزات، لافتا إلى أن اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان يشكل خطوة أساسية في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد. إلى ذلك اعتبرت الجمعيات المدافعة عن المودعين أن التحقيق والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وكافة الصناديق والجمعيات والوزارات هو بداية الحلول والسبيل الوحيد لمعرفة وجهة هدر أموال المودعين، كما دعت الجمعيات إلى محاسبة جميع المتورطين والفاسدين في هدر أموال المودعين والمال العام، واعتبرت أن أي فريق سياسي أو مصرفي يعارض هذا التحقيق له مشارك وفاسد حتى يثبت العكس. من بكركي وإثر لقائه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أعلن النائب العميد شامل روكوز عن لقاء بعنوان لبنان وطني على أن تعقد غدا خلوة في هذا الشأن في منطقة ساحل علمة، ينتج عنها مقررات يتبعها مؤتمر يتضمن حلقات حوارية للبحث في كل المشاكل المطروحة على الساحة الداخلية، وبذلك يكون هناك حركة سياسية جديدة تحاكي ثورة 17 تشرين وتحمل روحية جديدة من التعاطي السياسي على المستوى الوطني. ورأى أن الحياد الإيجابي الذي تحدث عنه الراعي ليس بجديد، إنما هو من طبيعة لبنان. نتيجة هالوضع هيدا في عنا مبادرة حبيت أخذ بركة سيدنا عليها، هي لقاء لبنان وطني اللي رح ينعقد بكرة خلوة بخصوص هذا اللقاء بمنطقة ساحل علمة. هذا اللقاء أكيد رح ينتج عنه مقررات، والمقررات رح يكون نتيجتها مؤتمر، يكون في حلقات دراسية ندرس كل الحلقات أو المشاكل المطروحة على الساحة اللبنانية، تكون في حركة سياسية جديدة مختلفة تحاكي أفكار وروحية ثورة 17 تشرين وتطل مستقبلا عن منطق جديد وروحية جديدة بالتعاطي السياسي على المستوى الوطني. والموضوع الحياد يعني والتعاطي لبنان مع المنطقة العربية ومع الغرب، خاصة أنه نحن مقتنعين هلأنية أنه خلاص البلد أو الساعة الممكن ياخد البلد هي أكثر من ساعة السياسيين، ساعة الشعب اللبناني وساعة المجتمع الدولي.
تاخذي ثقة الشعب اللبناني وثقة المجتمع الدولي بدك تحسن البلد. والمواضيع تحسين البلد هي اللي قلتهم كلهم سوا، بالإضافة للحياد الإيجابي اللي حكيناه مع سيدنا البترك، اللي هو من طبيعة لبنان طبيعي إنه نحن وين بيكون في تفاهم عربي تفاهم منطقة نحن منكون فيه، وين بيكون في خلافات نحن براتها، هاي شغلة طبيعية. مقتنعين إنه العدو الإسرائيلي هو عدو تتكون حلة المشاكل عدو دايم، والقضية الفلسطينية هي القضية العربية، بس الحياد الإيجابي ما مش مطلوب منا نتدخل بكل مشكلة أو وين بيصير مشكلة بالمنطقة العربية نكون نحن تابعين لها أو بدنا نفوت فيها أو بدنا نتعاطى. بلدنا ما بيحمل وشعبنا ما بيحمل، بالعكس شعبنا وطبيعتنا هي ممكن تكون صلة وصل بين كل الدول، ممكن تكون عامل إيجابي حيادنا ما تكون عامل سلبي تعاطينا بالقضايا اللي ما بتخصنا أو بتورطنا بمشاكل المنطقة العربية. بالانتقال إلى الشأن الإقليمي والدولي، حركة حماس تعتبر أن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل هو خطيئة سياسية رداً على الإعلان الذي صدر الخميس. هل تصل العلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى التطبيع الكامل؟ هذا السؤال طرح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما. في المقابل قال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة إن التطور الأخير في العلاقات بين بلاده وإسرائيل ليس تطبيعا، وأكد بوريطة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن المغرب كان لديه مكتب اتصال حتى عام 2002 وأن بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع إسرائيل لا تعد تطبيعا. ونفى بوريطة أن يكون الاعتراف الأمريكي بالسيادة على الصحراء مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل، خاصة أن هناك علاقة بين المغرب وإسرائيل منذ التسعينيات. من جهته أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن عزم بلاده تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، وأعلن أيضا اعتزام بلاده تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال بين البلدين. وفي الوقت ذاته شدد العاهل المغربي على أن موقف المملكة ثابت من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرباط تدعم حلا قائما على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل بلاده بالوساطة الأمريكية إلى اتفاق على إقامة علاقات مع المغرب، وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي العاهل المغربي محمد السادس على قراره الجريء والتاريخي، مبديا امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهوده الرامية لإحلال السلام الحقيقي. وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع المغرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الطرفين يخططان لتسيير رحلات جوية مباشرة وتبادل بعثات دبلوماسية. في المقابل ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تغريدة في موقع تويتر إعلان المغرب وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما، وقال الرئيس المصري في التغريدة إنها خطوة مهمة بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية صفقة صواريخ S-400. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يستسلم قبل تاريخ 20 كانون الثاني، تاريخ تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن ولايته، إذ واصل ترامب انتقاده لوسائل الإعلام ووصفها بالمزيفة واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات. وتساءل ترامب على صفحته عبر تويتر قائلا: لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول الشؤون المالية لابن بايدن قبل الانتخابات؟ وأضاف ترامب أن حصوله على 75 مليون صوتا يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية. إلى ذلك قالت وكالة بلومبرغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 التي اشترتها تركيا. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن ترامب وقع على حزمة من الإجراءات التي اقترحها وزير الخارجية مايك بومبيو، ولم تكشف عن طبيعة هذه العقوبات. وذكرت الوكالة أن العقوبات ضد تركيا سيتم فرضها بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن العقوبات ستستهدف مؤسسات الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وهددت واشنطن أنقرة بعقوبات بعد شرائها لمنظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، وقررت الولايات المتحدة عدم تسليم تركيا مقاتلات F-35.
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس ترامب خوض معركة الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ترغب السيدة الأولى ميلانيا ترامب فقط بالعودة إلى المنزل. وترامب الذي قدم حوالي 50 دعوة قضائية تزعم أن تزويرا واسع النطاق حصل في الانتخابات، لم يقدم أي دليل قاطع على حدوث أي مخالفات واسعة النطاق. وعندما سئل مصدر مقرب من ترامب عن الحالة النفسية للسيدة الأولى وسط الإجراءات القانونية التي اتخذها ترامب وفريقه القانوني، قال لشبكة CNN إنها تريد فقط العودة إلى المنزل. ومن غير الواضح حاليا أين سيكون المنزل لأفراد عائلة ترامب عندما يغادرون البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل. فاصل الأول، نعود بعده إلى النشرة. أهلا بكم من جديد. تناول وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خطة ترشيد دعم الدواء في اجتماع عقده مع وفد من الاتحاد العمالي العام، وأكد الوزير أن الشعار الذي تلتزم به وزارة الصحة العامة هو الدواء كالرغيف، وإذا كان أحد لا يموت من الجوع في مجتمعنا الذي لا يزال خيرا، قال الوزير حسن، فإن ضعف الخدمات الطبية والصحية ينعكس خطرا مؤكدا على الحياة. وعدد حسن المبادئ الأربعة الأساسية التي تعتمدها وزارة الصحة في خطتها لترشيد الدواء، وهي عدم المس بأدوية علاج الأمراض المزمنة والمستعصية والضرورية أيا كان سعر هذه الأدوية، وتشجيع الصناعة الوطنية الدوائية والمحافظة على الشركات العالمية، وتخفيف الدعم بشكل يطال أصنافا غير أساسية وفي شكل تتعدد فيه الخيارات الموضوعة أمام المواطنين. بالتزامن مع انتهاء حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة السنوية، كانت مداخلة لرئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكوز حول حملة الهيئة، وذلك في نشرة أخبار المساء يوم أمس عبر الأوتيفي. كل سنة نحن بتبلش الحملة ب 25 نوفمبر، يعني حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. هالسنة أكيد كل سنة نحن مننقي تام، هالسنة يمكن نقينا سيفتي ات هوم، السلامة حقك، السلامة بالشغل، السلامة بالبيت، السلامة على الطريق. ويمكن هالسنة بتتميز الحملة بكل المشاريع القوانين يلي اتجاه اقترحناها ويلي بعد ما بات فيها المجلس النيابي. إذا بدنا نحكي شوي ونفصل التعديلات يلي بعض المرأة اللبنانية ناطرتها، أكتر من قانون الجنسية لقانون منع تزويج الأطفال، إذا بدنا نحكي عن كل قانون الأحوال الشخصية، عن الإرث والحضانة والطلاق، وبعد كتير والتعديلات قانون العنف الأسري اللي أخذ ببعض التعديلات وبعد ترك وبعض التعديلات كمان وصار بآخر مرق على اللجنة المشتركة رايح على الهيئة العامة. في قانون التحرش الجنسي اللي كمان قطع بالإدارة والعدل كمان اللي المفروض يروح على الهيئة العامة. إذا بدنا نختم هيدي المقابلة بشوية أمل بشوية فرح، لأنه في إنجازات تحققت خلال سنتين مرقت، شو بتخبرينا عن الإنجازات اللي تحققت؟ الإنجازات أكيد عم بيصير في تقدم، يعني كمان على الصعيد التشريعي، يعني إن كان المرأة لها حق تترشح ببلدتها الأم على الانتخابات البلدية، إن كان مشاركة المرأة بالحكومة 30%، إن كان بالوعي كمان صار في توعية وعيك انه عملنا كتير حملات توعوية يعني على دور المرأة بالمجتمع، فهذا الشيء اكيد رح نقيس نتائجه بالانتخابات الجاية، نشوف قديش في سيدات رح يترشح على الانتخابات، لانه في صار في كتير من البرامج تمكينية للمرأة بالتشجاعة تنخرط بالحياة الاقتصادية. انا اللي فيه يقوله بس عن جد بحب رسالة وحيدة بقلهم للبنانيات، إذا ما وعينا على الدور اللي فيكم تلعبوه لبناء وطن اليوم جديد، لأنه أنا بعتبر أنه قطع 100 سنة ونهار الوطن، لازم نفكر للمئة سنة القادمين لقدام. المرأة لازم تفوت بقوة تشارك بالحياة السياسية، ما عم نقول محل الرجل بس إلى جانبه، تنقدر نبني بلدنا على أسس سليمة متوازنة في خطول بالانس متساوية، الناس بقى تكون متساوية من بعضها، ما فينا بقى نميز الناس من بعضها. بتوعديهم بمزيد من الإنجازات؟ أكيد أكيد رح نكمل، أنا رح نوصل أكيد رح ننجز.
احتشد أهالي مدينة زحلة وقرى قضائها دعما لتمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة بدعوة من النائبين جورج عايص وسيزار المعلوف، وشارك في الاعتصام النائب السابق توني أبو خاطر ومدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد وعدد كبير من رؤساء البلديات البقاعية والمخاتير وأصحاب المصانع وعمالها وتجار وأصحاب مؤسسات. نحن عاملين لهم من هون من زحلة، من مدينة زحلة، مدينة الصمود، مدينة الأبطال. نحن ما بنقبل أنه كهرباء زحلة تقعد على عتبة وتسكر. نحن عطول من نادي ببناء دولة المؤسسات. لو في عنا كهرباء اليوم وعنا وزير طاقة وعنا وزارة متجانسة متكاملة في عندها وفاق السياسي وإخذ ثقة الشعب اللبناني وثقة المجتمع العربي وثقة الدول العربية والأجنبية، كنا بنقول لهم تعالوا تفضلوا خذوا الكهرباء، بس قبل ما تاخذوا الكهرباء زحلة بنقول لهم معروف جيبوا الكهرباء 24/24 بكل لبنان. نحن ما عم ندافع عن كهرباء زحلة بأشخاصها، عم ندافع عن كهرباء زحلة بإدائها بتميزها وبخدماتها. بالوقت اللي يمكن في كتار قبل حاربوا واليوم عم بيحاربوا كهرباء زحلة بأشخاصها وآخر همهم خدمتها وإدائها وامتيازها. فاصل ثاني نعود بعده إلى النشرة. أهلا بكم من جديد إلى آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا. أعلن تطبيق واتساب إدخال خاصية جديدة هي عربات التسوق اللي بتسمح للمستخدمين بشراء حاجاتهم من خلال التطبيق. هالميزة الجديدة متوافرة بجميع أنحاء العالم، بحيث يمكن للأشخاص التصفح واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة. تسعى واتساب من خلال هالخاصية إلى استقطاب التجار والشركات إلى تطبيقها واتساب بزنس اللي بيضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية بهدف إدارة الطلبيات وعمليات التواصل مع الزبائن. خبرنا تاني عن شركة أبترا اللي أعلنت عن تقديم أول سيارة كهربائية بالعالم تشتغل على الطاقة الشمسية. السيارة الجديدة ذات العجلات الثلاثة واللي بتتسع لشخصين تحتوي على سقف شمسي من الممكن أنه يوفر 45 ميل تقريباً، مما جعلها أول مركبة قادرة على تلبية معظم احتياجات القيادة اليومية باستخدام الطاقة الشمسية وحدها ودائماً بحسب ما ذكرته الشركة على موقعها. قدمت شركة بريطانية مختصة بتجميع المركبات التالفة تجربة فريدة من نوعها للأشخاص اللي ناويين يتخلصوا من الغضب اللي سببه العام الحالي عبر إطلاق النار على السيارات وتدميرها باستعمال دبابة ضخمة وسط ساحة كبيرة. أعلن نادي المقاصة المصري ضم الطفل اللي هزت صورته مواقع التواصل. الطفل ظهر وهو عم بيتابع ويقلد تدريبات فريق كرة القدم من خارج أسوار أكاديمية رياضية بمدينة الشروق، إذ يبدو أن ظروفه الاجتماعية ما سمحت له بالانضمام للنادي، ودفعت صورة الطفل يوسف مسؤولين وشخصيات رياضية ووزارة الشباب والرياضة للبحث عنه لتقديم المساعدة. صيحات عديدة شهدها عالم البرجر بالمكونات والأشكال والأحجام، لكن هالمطعم بكولومبيا قرر أنه يقدم البرجر مغطى بالكامل بأوراق ذهبية عيار 24 صالحة للأكل بسعر يعادل 57 دولار أمريكي للقطعة. هيك بكونوا خلصوا أخبارنا، نلتقي بكرة، تصبحوا على خير. إلى أخبار الرياضة مع الزميل إلي نصار.
تشهد قاعة مجمع ميشيل المر الرياضي الأحد 13 كانون الأول انتخابات الاتحاد اللبناني للفوليبول، حيث رح تتنافس لايحتين، واحدة مكتملة والتانية غير مكتملة حتى الآن مع بعض المستقلين، وذلك مع أقفال باب الترشيح على 39 مرشح يتوقع أنه ينسحب بعضهم قبل انطلاق العملية الانتخابية. وبعد عزوف الرئيس الحالي ميشيل أبي رميا عن الترشح لولاية جديدة، رعى أبي رميا توافق بين نائبه أسعد النخل والأمين العام وليد الأصوف أسمر تأليف ليحة قوية. أبي رميا يلي أدخل اللعبة لكل البيوت عبر إصراره على نقل مبارياته مباشرة عبر شاشة الأو تي في أكد أنه نتمنى يوصل الناس اللي بيستحقوا يوصلوا على الاتحاد إن كان من هالليحة أو من هالليحة، لأنه شغل كتير بالاتحاد، ما فينا نقعد ننظر من بعيد لبعيد أنه بدنا نعمل وما نعمل، لما بتصير جوا بتشوف الشغل اللي شو كبير ولا شو ضخم ساعتها بتعرف القيمة. ومع اهتمامه بالناشئين وتأليف منتخب شاب للمستقبل، تمنى أبي رميا على الاتحاد المقبل استمرار بدعم قطاع الناشئين. كان لي أنا توصية بهالموضوع، لأنه موضوع الناشئين أنا من كذا سنة كنت عم بشتغل عليه لما كنت رئيس لجنة التنشئة والتطوير، واشتغلنا عليه، وآخر السنة شفت حضرتك لما دربنا أكثر من 100 لاعب على حساب الاتحاد، وعملنا منتخب رح شارك بالأردن. كل لجنة بتجي جديدة وبتشتغل مثل ما أنا كنت عم فكر اشتغل ومثل ما أنا اشتغلت أكيد بدي أدعمها، كيف إذا كان وليد أصوف أو شخص تاني يلي أنا على مسافة من الجميع. طبعا أنا رح أكون حدهم، وأنا بقول شغلي بس أهم شيء وبشدد عليها أن نحترم المسائية والمناطقية، لأنه هايدي بتخلي الاتحاد ينجح. أبي رميا أكد أنه شركته رح تدعم الرياضة بحسب الظروف والإمكانات المتاحة. طبعا لما بترجع النشاطات الرياضية على كل الملاعب نحن رح نكون عم نساعد قد ما فينا. أنا أتمنى أنه ترجع الملاعب على نشاطها، ترجع الرياضة بكل الاتحادات. بدي أشكر الـ OTV لكل جهودها اللي عملتها معنا خلال الفترة اللي كنا نحن بالاتحاد. من جهته الأمين العام وليد الأصوف ورئيس الليحة اللي أعلنت بعد ظهر الجمعة أكد أنه حصل تغيير طفيف بالوجوه، وأنه المرحلة الحالية صعبة اقتصاديا وصحيا، وأنه في عمل كبير بالاتحاد. استندنا على الكافئات، وأنا مثل ما ارتقيت أنه كل المرشحين 39 فيهم خير وبركة وولاد اللعبة، بس كمان في ناس كانوا معنا بالاتحاد كنا سوا بالاتحاد كمان مؤهلين مثل يلي بالخارج. نحن صراحة التغيير من 15 حصل 4 تغيير بكل صراحة، هو لازم يكون كان أكتر شوي، بس منعرف الظروف. يعني أنا بالنسبة لي اللي برا مثل اللي جوا والجوا مثل اللي برا. وعن ولاية ميشيل أبي رميا اللي استمرت 3 سنوات قال الأصوف أستاذ ميشيل أبي رميا ما رح يترك الكرة الطائرة، بس خسارة لكرة الطائرة. مثل ما بتعرف يعني أنجز كتير أمور من تعديلات برامج من بطولات من كل شيء. وأعلن الأصوف ليحطوا بمؤتمر صحافي عقد بفندق لورويال وبالضم وليد الأصوف، أسعد النخل، المهندس علي خليفة، المهندس علي أبو علي، مختار جورج حبيب، رفيق عيسى، جورج نصور، مختار كمان جورج نصور كمان صاروا مختارين، جوزيف سعيد، ناجي بسيل، غسان إزايحر، طوني شربل، دكتور إلي موسى، عسافة مهنة، عصام أبو جودة، خليل كفوري. والآن الأحوال الجوية. بونسوار. طقس مستقر رح يسيطر على أجواءنا للأيام اللي جاية، ولبكرة جونا قليل لغيوم إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. بنبدأ جولتنا مع كار و 18 درجة، 23 بطرابلس، 24 بالعاصمة بيروت وأيضا بسور. بننتقل إلى بعلبك مع 16 درجة، 10 باللقلوق، 17 بزحلة وأيضا بجزين. نسبة الرطوبة عم بتسجل أقصاها على السواحل 75%. رياح اتجاهها جنوب غربي وعم بتسجل سرعتها 25 كيلومتر بالساعة. أما حال البحر فهيدي كيف رح بكفي طقسنا للايام اللي جايه؟ اذا لبكره جونا غائم جزئيا، ودرجات الحراره عم تسجل على السواحل 24 درجه. تستقر على 24 لنهار الاحد، وجونا غائم كليا بتقلب المساء، لتكون الاجواء مهيئه لمنخفض جوي قادم من نهار الاثنين رح يؤدي الى طقس متقلب. درجات الحراره عم تسجل الاثنين 23 درجه، وبتنخفض بشكل ملحوظ لنهار الثلاثاء ل 19 درجه، وجونا غائم مع امطار متفرقه غزيره احيانا. هون نوصل لختام نشرتنا، انا بلاقيكم بكره بنشره جديده. تصبحوا الف خير.
ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد تابعونا عبر otv.com.lb ومن خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة، نلتقي خلال دقائق مع حلقة جديدة من رح نبقى سوا.